واحده عندها 30 سنه واخده ماجستير في الهندسه ومستقله ماديا واتربت في اسره متفتحه واشتغلت كتير وسافرت كتير. المشكله انها ابتدت تفكر في الجواز وبتقول الاتي: نمره واحد، انا مش عاوزه اكون ام ولا عاوزه يكون عندي اولاد، وحتى فكره الجواز فكره مش ملحه قوي بالنسبه لي. المشكله في اهلي اللي هم دايما بيقولوا ان الحياه لوحدك في المستقبل هتبقى صعبه من غير جواز او اولاد، وان انا لازم اغير طريقه تفكيري. بتقول لي: عايزه اعرف رايك الشخصي انت يا ابونا في الموضوع ده، هل ده طبيعي ان الواحده ما تكونش تحب ان يكون عندها امومه ولا اولاد، ولا دي خطيه؟ لا، هي مش خطيه، هي مش خطيه. فرضا واحده مش عاوزه تتجوز ولا تجيب اولاد، هي حر، دي حريه، دي مش خطيه، دي مش خطيه. لكن مش طبيعي، يعني هو الطبيعي ان معظم البنات بيبقوا عاوزين يبقوا ماما، معظم البنات عاوز يحبوا يكون عندهم اولاد، لكن مش خطيه. بدليل في ناس اختارت البتوليه، وفي ناس جات لها ظروف ان بعد ما تزوجت بفتره صغيره زوجها راح السما وما ادهاش فرصه انها تبقى ام ولا تكمل حتى في الجواز، وفي ناس انفصلت لاسباب الكنيسه موافقه عليها. هل ده لازم يتجوزوا تاني والا لا؟ مش لازم. نمره اتنين، لو انت اساسا مش مستعديه للامومه والعطاء في الجواز احسن ما تتجوزيش. هو انت عشان تريحي نفسك في مظهر اجتماعي تظلمي واحد؟ ما انت لازم تفكري ان في انسان هترتبطي بيه من حقه في يوم من الايام انه يكون اب لو هو عاوز. لو اتفق معاكي ان مش عاوز ولاد انتوا احرار. لكن في الوقت نفسه انت فكره الجواز مش قبلاها، لانك انت بتقولي عشقتي التحرر واللا اعتماديه. يعني هي كاتبه كده ان حبت التحرر واللا اعتماديه. الجواز دي صورة لاستمرار الحياة، لكن مش كل الناس مدعوة ليها، زي بالظبط واحد طريقه البتولية وواحد طريقه الايه؟ الجواز. فما فيش إجبار عليك بكده، أنت حرة في القرار اللي تاخديه. بابا وماما معاهم حق إن يخافوا عليك وخايفين عليك من المستقبل، ولما تكبري أه ده بابا وماما مش هيقدروا لغاية آخر يوم في حياتك يبطلوا خوف عليك. لكن في الوقت نفسه ده ما يجبرنيش إن أنا آخد قرار أنا مش مرتاح له، وخاصة ده قرار حياتي. معاهم حق بس مش غير ملزم.